مشاهدي قناة شفت في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من الرباط. خليكم مع حالة سيدة مواطنة رباطية اللي بغات تكلم أول حاجة على المعاناة اللي كيعاني العديد من الغربة تزامنا مع ارتفاع الأسعار، وكذلك بغات توجه نداء ورسالة لكل متتبعي قناة شفت في اللي كيتابعونا عبر هذا البث المباشر على أنهم يتفاعلوا معها في القناة ديالها، قناة نور نوراء البه. نوراء البه اللي درتها باش تعاون بها على الزمان، تدير فيها يوميات ديال الطبخ. هنا غادي نخليكم مع القناة ديالها اللي غادي نتابعوها، اللي غادي نوريها لكم، وكذلك بغات تكلم على المعاناة ديالها مع ارتفاع الأسعار. كتقول احيانا كنضطر على انني نمشي للسوق وناخذ حبه حبه من الحاجه وني حبات من الحاجه ونرجع، وهذا الشيء عمره كان في شي حكومه ولا في شي تاريخ حتى لهذا الوقت. هذا بغينا يعني يرأفوا بنا. هذه هي القناه ديالها نورة الباه اللي كتقوم كدير فيها كل ما هو عنده علاقه بالطبخ المغربي والعادات والتقاليد ديال المغاربه واليوميات ديالها. هنا نخليكم مع بها اللي بغا او مع السيده اللي بغات تكلم على هذا الموضوع هذا، واللي بغات المغاربه يساعدوها في القناه ديالها باش تطلع باش تقدر انها تعاون به مع الزمان، مع العلم انهم ارمله او مطلقه وعندها بنيتها واللي كتقول انني محتاجه للمساعده. خليكم معها. طبعا كنا محتاجين للمساعده غير كلها وكيفاش كيطلبها بطريقته ورزق هو الله. مرحبا لالا، عاودي لنا اول حاجه وتكلمي على القناه ديالك. السلام عليكم مشاهدي الكرام، انا دايره القناه ديالي من 2021، دابا عامين ما طلعتش ليا الصراحه، يعني كنتسنى كنترجى الله في الخير في هذاك القناه باش نقدر نعيش بها انا والبنيه ديالي صغيره. ما طلعتش ليا القناه ديالي، يعني المشاهده عندي ناقصه بزاف كما كتعرفوا، بقى ما عمرني شديت حتى شي فلوس من اليوتيوب. كنتمنى من الله المشاهدين الكرام مغاربه داخل الوطن او خارج الوطن يعاونوني ويدخلوا عندي ويشاهدوا لي الفيديوهات ديالي ويتعاونوا معايا لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني ما كنديرش زعما تدخلوا للقناه ديالي، ما كندير حتى شي حاجه، انا ما كنبانش في القناه، يعني ما مع عيان الله ينجيكم شي شويه، يعني الصحه ديالي ما مساعدانيش باش نقدر نبان في القناه وداكشي. يعني انا الصحه ديالي ظهري عندي مشكله في ظهري، ما كنقدش باش نبان وداكشي، يعني كنبين غير داكشي اللي كنطيب المحتوى، درت شي حاجه ولا هادي كنلوحها في اليوتيوب، ولكن المشاهده ناقصه بزاف. كنتمنى من الله تعاونوني وتشاهدوا لي الفيديوهات ديالي وتدخلوا عندي القناه ديالي، فضلا وليس امرا، جزاكم الله خيرا، الله يجعلها في ميزان حسناتكم. راه هذه حتى هي صداقه، راه اذا دخلتوا وشاهدتوا لي الفيديو وتعاونتوا معايا يعني حتى هي راه صداقه، الله يجعلها في ميزان حسناتكم. وحنا هكا يعني ربي خلقنا مع بعضياتنا باش نتعاونوا مع بعضياتنا باش نكملوا بعضياتنا، والغني هو الله سبحانه وتعالى. يعني راكم عرفتوا يعني الواحد راه خدام وكيتغلبوا الزمان وغالبوا الوقت، يعني الواحد خدام موظف وراه غالبوا الزمان. عاس انا وما خدامه ما والو، مريضه والبنيه باقا صغيره، يعني راه كنعيشوا غير بركه الله وصافي. والله ما مع هاد الاسعار دابا ديال هاد الغلا اللي ولا، والله العظيم الا كثر من 15 يوم ما مشيت للمارشي، وإلا مشيت كنهز جوج مطيشات جوج بصلات جوج بطاطس وكنجي، يعني بزاف ما تقديش تشري، يعني الزيت غالي كلشي غالي، يعني ما تقدي تشري حتى شي حاجه. وراكم عارفين راه الناس كلها دابا قهرها الغلا، يعني الواحد خدام وقهرو الغلا، عاد اللي ما خدامش كتشري بجوج حبات. والله الا كنهز جوج مطيشات كنقول ليه عبر ليا هادو، البارح اربعه مطيشات ب8 دراهم، والله الا اربعه مطيشات اسم درهم الحبة، كثر واقيلا جوج دراهم الحبة، أربعة وثمانية دراهم. أربعة مطيشات صغيورين ماشي زعما مطيشات كبارين، أربعة وثمانية دراهم، والله إلا هزيت أربعة مطيشات ب8 دراهم، صافي جبت غير مطيشة وجيت بحالاتي، يعني ما قدرتش. راه تا قطاني دابا غالية، الدجاج غالي، كلشي غالي، كلشي كلشي، والله إلا الحمد لله وصافي. شنو كطالبي؟ كنطالب من المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن يعاونوني ويتفاعلوا ليا مع القناه ديالي ويشاهدوا ليا الفيديوهات ديالي ويدخلوا ليا القناه ديالي، عاونوني لوجه الله،
كنعاونو. القناة شنو قلتي كديري فيها؟ ندير فيها الطياب، ندير فيها هكا غير الروتين اليومي وصافي. شنو مقصود بالروتين اليومي؟ حيت حنا ولات عندنا في الثقافة ديالنا أن الروتين اليومي عنده واحد الطابع اللي هو لا غير الطبخ وصافي. أنا كنبين غير داكشي اللي كنطيب، كنبين غير يديا وصافي، داكشي اللي كنطيب. أنا ما كنبانش في القناة وما عمرني غادي نبان، يعني ما يمكنش غادي ما نقدرش نبان صراحة. انت محتاجة المساعدة، محتاجة المساعدة بزاف ماشي شوية. انا مريضة ما قادرة نمشي حتى للطبيب دابا، ما قادرش نمشي ليه والله الا حتى للطبيب دابا ما قادرش نمشي ليه. يعني من نهار اللي درت العملية على ظهري ما عاودتش رجعت عند الطبيب. يعني الا رجعت خصني نخلص 300 درهم ديال الفيزيتا، خصو يكتب لي الدواء. انا ما قادرش باش نرجع، ما عنديش حتى باش نركب الطاكسي. صعيب عليك الحال؟ صعيب عليا بزاف. شنو هو الرسالة اللي بغيتي يعني المغاربة توجهي ليهم انهم يساعدوك باش انك اول حاجة تطلعي القناة؟ علاش؟ باش نقدر نعيش منها، ناكل منها. يعني راكم عرفتوا راه ضروري حنا عايشين في الدنيا، ضروري الواحد ما خصو ياكل. خصك الحاجيات ديال اليومية، خصك يوميا تشري هادي، خاص هادي. ودابا ما كنقدر نوصل لوالو، ما كنقدر نشري حتى شي حاجة. رسالتك الأخيرة؟ رسالتي الاخيره كنتمنى من الله ينقصوا علينا هذا الغلاء اللي كاين. حنا بغينا كل شيء غالي، بغينا كل شيء ينقص، نوليو نقدو نشريو على الاقل بعدا هي 5 دراهم. كون كانوا دايرين هي 5 دراهم لتحت 3 دراهم 4 دراهم، الواحد اللي غادي يقدر الدرويش يعيش. دابا ما تقديش دير 400 ريال للمارشي، راه ما تجيب لك والو، كتبقاي عا كدوري وترجعي في حالاتك، كتبقاتي كتشوفي في الحاجه. ما انا بعدا وليت نحشم حتى السول، نقول لهم بشحال. يعني كنسمع الناس شحال كيقولوا ليهم الثمن، انا صافي كنزيد كنفوت وكنرجع بحالاتي. من قبل كانت 20 درهم تجيب لك كاس؟ الحمد لله كتشوي. بعدا كدير لك ميكا، كتجيبي بها ميكا ديال الخضيره هكايا، كتقضي بها، كضرب لك ديك السيمانه ولا 400 كانت كدوز ليا انا السيمانه ديال الخضره. والله دابا راه واقيلا 1000 ريال ولا ما بقيتش كاع. انا اصلا كنتقدى دابا، والله ما بقيتش كنتقدى. كلشي باغا تعرفي بشحال؟ ما بقيتش باغا نسول، كنسمع الناس كيقولوا كنتخلع. ما بقيتش يعني الا جيتي تمشي للمارشي خصك دي معك واحد 100 درهم. وفينا هي دابا وانا مخدام والو، والمرض الله ينجيك. شنو المرض عندك؟ انا مريضه، عندي السياتيك في ظهري وشاد ليا السياتيك في ظهري، في عنقي، في يديا. يعني ما كنقدر ندير والو، ما كنقدرش نتحرك، ما كنقدرش نتمشى بزاف. الا تمشيت غير شي شويه كنتخنق، ما كنقدرش نتمشى بزاف، ما كنقدرش نطلع في الدروج، ما كنقدرش نتحنى. مشكلة عندي في الصحة ديالي. رقم الهاتف ديالك اللي هو 06 71 19 97 98.